السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الخبر اللي معانا النهاردة يخص الفنانة دلال عبد العزيز، وهي بين يدي الله في حالة خطيرة بعد فقدها النطق والحركة. بس قبل ما نبدأ التفاصيل للفيديو اللي معانا، أرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي. الفنانة دلال عبد العزيز زي ما احنا عارفين ان هي دخلت المستشفى بعد اصابتها بفيروس كورونا، بس هي دلوقتي حالتها متدهورة جدا وحالتها خطر، والاطباء صرحوا بكده وقالوا ان هي حالتها غير مستقرة. والجهاز الموضوع عليه دلال عبد العزيز دلوقتي في المستشفى هو جهاز للحالات الخطر اللي هي مراحل الاخيرة، فطبعا ياريت كلنا ندعي لها بالشفاء العاجل. وكمان طلب رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم وقال ان الفنانة دلال عبد العزيز حالتها خطر، ياريت تدعو لها بالشفاء العاجل وتكثفوا دعواتكم. فطبعا هي حالتها خطيرة وياريت كلنا ندعي لها بالشفاء العاجل. الفيديو اللي معانا، وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.